ضيفتنا النهارده اللي دايما ما بقول لكم عليها كيوت، اللي ببقى قاعده قدامها انا سامعه صوتها بالعافيه. فبس ما شاء الله، يعني عارفين اللي هي بتعمل في صمت، اللي هي ما شاء الله عليها اصعب الحالات واصعب اسباب لوجود السمنه، هي ما شاء الله عليها اثبتت نفسها واثبتت لا انا كيوت وكل حاجه، بس تعالوا لي كده ما بتتفهمش لا في عروض ولا في خصومات ولا في هدايا، في كل حاجه ما شاء الله عليها هي التوب بجد. يعني معانا بقى النهارده خبيره التغذيه ضيفتي الجميله مي سمير. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيفاه؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله، وحشتيني جدا جدا كده. وانتي والله بالحاجات الحلوه اللي عاملاها لنا دي ودايما بتنزلي تكسري الدنيا يا مي. الحمد لله، ده معاكي، ويعني بفضل البرنامج كمان الجميل ده بنقدر نوصل الرساله اللي احنا عايزينها لكل الناس، ونحل ان شاء الله لكل الناس المشاكل اللي عندهم. وعايزه اقول لك الاكل ده حلو قوي، يعني ده اكلنا كلنا، عارفه السن الصغير الشباب حتى يعني الكبار بيجي كده علينا وقت عايزين ايه، حاجه سريعه فاست فود كده بسرعه، حاجه كده لذيذه مش عارف ايه. فتسلم ايديكي، تسلم ايديكي جدا جدا جدا. وده مش معناه ان احنا عاملين بقى هنا في برجر وفي عيش ومش عارف ايه، فاحنا لو عندنا سمنه ما ينفعش ناكل، لا بالظبط. احنا النهارده بناكد على الناس ان احنا هناكل كل اللي احنا عايزينه، هنحرق كتير 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 جدا جدا مع الكورس اللي معانا النهارده، هنقفل الشهيه ونقضي على الخليه الدهنيه، هناكل كل اللي احنا عايزينه من غير دايت، من غير حرمان، من غير ورقه الدايت اللي دمها تقيل، هناكل كل اللي احنا عايزينه. لو عندنا اي مشكله هتتحل، هننزل منطقه البطن يا جماعه اللي عامله لكم ازمه واللي بتجيلنا عنها اسئله كتير وتيجي لشيف هاله برضو، هي منطقه الكرش والبطن. لو عندك بدايات سكر، لو عندنا بدايه مقاومه انسولين، هحللك كل ده النهارده، هرجعك تاني للشباب، للحاله الصحيه والحاله النفسيه والحركه وشكل الجسم اللي احنا عايزينه وشكل الجسم الطبيعي. هعمل لك كل ده ان شاء الله في العرض بتاعنا النهارده، بس من غير حرمان. انا اكدت عليكي النقطه دي، احنا من غير حرمان. كل الكلام الجميل ده وكل بامر الله اللي هيحصل ده كله اللي مي بتقول عليه في المقابل، من غير حرمان. دي المعادله الصعبه اللي دايما مي بتحققها لنا، وما شاء الله كل عرض او كل كورس بتنزل بيه ما شاء الله اللهم بارك بيكسر الدنيا الحمد لله. والناس فعلا 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 بتلاقي نتيجه من اول اسبوع. انا النهارده بوعد الناس، احنا النهارده الكورس اللي معانا النهارده بالكبسول اللي معايا النهارده هينزلك من اول اسبوع، هبدا الاحظ فرق من 4-7 كيلو في الاسبوع الاول مع متابعه الفريق الطبي. طيب العرض بتاعي النهارده عباره عن ايه؟ العرض بتاعنا النهارده اسمه الكورس الشامل الاقتصادي. الكورس الشامل الاقتصادي كده يعتبر الاسم شارح نفسه شويه نوعا ما. الكورس الشامل لان هو النهارده بيحتوي على كل حاجه انا ممكن اكون محتاجها فتره التخسيس بتاعتي، بيحتوي على اقوى المنتجات اللي نزلنا بيها في السوق المصري هنا وفي كل المحافظات، عملت نتائج عاليه قوي قوي مع كل الحالات. انا مجمعه لك النهارده 10 منتجات، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، على الفرازه. احنا مختارين النهارده 10 بعنايه بقى بالظبط 10 منتجات النهارده قويه جدا جدا في رفع معدل حرق الجسم، في ان هي تقضي على الخليه الدهنيه، في ان هي تشلك منطقه البطن بالكرش بالارداف بالجناب اللي عامله لنا ازمه، بان هي تقفل لي الشهيه وتعمل لي تكميم للمعده طبيعي. حلو. طيب الكورس بتاعنا النهارده اسمه الشامل الاقتصادي. اقتصادي ليه؟ لان النهارده معانا خصم 65% على الكورس بتاعي ال10 منتجات دول. يبقى انا النهارده هاخد 10 منتجات بيشملوا كل حاجه انا ممكن احتاجها وسعرهم اقتصادي. طيب حلوة. العرض بتاعي النهارده عباره عن ايه؟ عايزه بقى ليه الشامل؟ بيشمل ايه بقى؟ شامل عشان النهارده 10 منتجات فيهم كل حاجه. اول حاجه انا مقدماها النهارده لكل الناس اللي عايزه تنزل وزنها وتحل مشكله السن قبل دخول رمضان علينا والعيد. اول حاجه علبتين كبسولات، العلبتين دول يا شيف هاله اقويه جدا جدا في ان هم يقفل لك الشهيه رقم واحد. الناس اللي عندها شهيه عاليه، اللي لو قعدنا قدام الاكل الحلو ده هاكل 4 أو 5 سندوتشات، لا انا عايزاك تاكل نص واحد بس من ده. ازاي ده؟ طعمه حلو وريحته حلوه وسريع وحاجه كده فاست فود، انا لازم هاكل كميه كبيره غصب عني لو عندي شهيه عاليه. لا انا النهارده الكبسولات اللي معايا 60 كبسوله، علبتين كل علبه فيهم 30، يكفي معاكي 60 يوم. اول حاجه هيعملها هيقفل لي الشهيه تماما. ودي ليه؟ اهم حاجه يا مي. بالظبط دي اهم واخطر حاجه لمريض السمنه. بالظبط ليه؟ لان هو بيبقى دايما عنده شهيه عاليه. انا على طول عايز اكل، مش قادر امسك نفسي على ان انا اكل وحلي وتشوكلتس واكل جاهز ومش عارف ايه ومقليات. انا النهارده هقفل لك الشهيه بعلبتين كبسولات بيحتوي على نسبه الياف عاليه جدا جدا. طيب الهدايا اللي معايا النهارده ايه على علبتين الكبسولات دول؟ قيمين جدا، علبتين كبسولات وثمان هدايا. الثمان هدايا بتوعي اول حاجه لازم تكون موجوده معايا في الكورس الشامل النهارده علبتين نقط الحرق.
علبتين نقط الحرق لا غنى عنهم في اي كورس انا بقدمه. ليه؟ لان دول بيستمروا معاكم مده 60 يوم كاملين، هيرفعوا لك معدل حرق الجسم. هحط 10 نقط على ربع كوبايه ميه يوميا بعد الغداء، هتحرق لي اي دهون داخله جسمي زياده واي دهون متكتله في الجسم بقالها كتير بقالها سنين، وهترفع لي معدل حرق الجسم بشكل عام. حلو قوي. اكمل لك ولا عايز تقولي حاجه؟ لا 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 بالعكس، انا عايزه ان انت عايزه اسمع. انا بس قبل ما نشرح كل حاجه احنا لسه هنرجع المكونات للشرح. كلها عايزة على بعض، عايزه المكونات عشان ننوه على حبايبنا يبتدوا يتصلوا على ارقام التليفون. لازم يفهموا بس الاول ماشي هيوصل لهم ايه. طيب الكورس بتاعي النهارده زي ما قلت علبتين كبسولات، ده اول حاجه. الثمن هدايا اللي معايا علبتين نقط يرفع لي معدل حرق الجسم، علبتين اعشاب نازلين معايا النهارده كمان هديه يرفع لي معدل حرق الجسم، وحقنتين معدل حرق الجسم برضو بيتظبط جدا جدا بيهم. يبقى انا كده النقط والاعشاب والحقن من كل حاجه اتنين. اخر حاجتين معايا عامله كده ايه، كريمات نوعين كريم موجودين معايا النهارده هديه، يعتبر ميكس كريمات موجود معايا النهارده جوه البوكس الشامل. اول حاجه كريم السليولايت بجزيئات الذهب لكل مشاكل الجسم يا شيفالا. النهارده انا عندي مثلا سليولايت، عندنا كرمشه في الجلد، عندنا دبل تشين، عندي اي مشكله بتواجه اي حد بيعاني من السمنه، النهارده انا مقدمه لك علبه كريم السليولايت بجزيئات الذهب والكارانتين والكافيين عشان تفتت لك الخلايا الدهنيه وتشد لك الجلد. طيب انا كده اشتغلت على الجسم بتاعي والجلد بتاعي كله، طب والوش؟ انا عايز حاجه كريم يديني نضاره، يديني تفتيح، يعمل معايا كانه كولاجين، يعمل لي نضاره كبيره للوش. لو عندي اي مثلا بقع، اي اماكن داكنه في الوش، يبدا ان هو يقضي عليها خالص مع الكورس بتاعي. ليه؟ لان انا عايزه الفينش كده او النتيجه اللي هنوصل لها في الاخر بتاعتنا تخسيس ونحت وتجميل للوش. فانا النهارده حاطه كريم الماجيك موجود معايا النهارده هديه من ضمن الهدايا للتفتيح والتجميل. يعني نوعين كريم موجودين معانا النهارده. تعالي ناخد تليفون ونكمل. مين معانا على التليفون؟ يا استاذه سهام ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير كله تمام، ازاي انت حضرتك؟ الحمد لله والله يا حبيبتي الحمد لله نورتيني. الحمد لله ربنا يخليك. اكلم بس دكتوره مي. اتفضلي. ايه معاكي؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبه قلبي. انا اول حاجه طبعا مبسوطه اني بكلمك. شكرا لك، انا كمان مبسوطه. تاني حاجه انا بشكرك انت وفريقك كله طبعا، يعني ما فيش اي كلام. بصي اول حاجه انا كنت عندي سنه مفرطه تمام، وما كنتش يعني كان وزني كبير قوي وما كنتش بقدر ان انا انزل، ولو نزلت يا اما بقع يا اما رجلي بتتقل عليا ما بقدرش ان انا اكمل خطوتين، فعلى طول بقى عربيات وتكاتك، مش ما كنتش بقدر ان انا اتحرك من مكان لمكان كبير تمام. فطبعا لما رحت للدكتور قال لي انت ظهرك اللي وجعك دوت لازم تنزلي باي طريقه لازم. فطبعا لما خدت الكورس الحمد لله طبعا نزلت وخسيت وفرحانه جدا جدا اكيد جداً طبعا جداً. طب نزلتي قد ايه في وقت قد ايه؟ بصي انا خدت العرض 3 شهور تمام، ونزلت عليهم 40 كيلو بالظبط. ما شاء الله 40 كيلو نزول في 3 شهور بالظبط. حلو جدا. 40 كيلو يا مدام سهام في 3 شهور. بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله. اخبار المتابعه ايه؟ طب قولي لي يا مدام سهام، كنت بتتابعي مع مين من الفريق الطبي؟ كان في حرمان ولا لا من الاكل؟ كنا عاملين ايه بالظبط في اللايف ستايل بتاعي؟ لا انا كنت باكل كل حاجه. بصي انا كنت مستغربه جدا ان انا كنت باكل كل حاجه وباكل كل حاجه وبتنزل. طيب ما هو يعني ده اللي بنتكلم عنه. ما كنتش عارفه ازاي فرحانه ازاي. الفريق الطبي بصي كلهم زي العسل وكلهم امارات وبجد يعني بيرفكت في كل حاجه بجد. الف مبروك. وعايز اسالك سؤال بقى، احنا كده خلاص وصلنا للوزن المثالي ولا عايزه اكمل لسه؟ لا انا كده تمام. كده حلو جدا مرضيه. ثبتنا ولا لسه؟ ايه اخدتي كورس التثبيت ولا لسه؟ لا لا لسه هطلبه وهاخده. خلاص اسالي النهارده على كورس التثبيت والهدايا اللي نازله عليه بالعرض اللي موجود معانا النهارده. قولي النهارده عايزه العرض بتاع شيف هاله او مي، هتلاقي برده النهارده عاملين عرض حلو قوي قوي على كورس التثبيت.
نورتينا يا مدام سهام. شكرا ليكي على المداخله الحلوه. مبروك عليكي حياتك الجديده. وطبعا 40 كيلو يعني اكيد شكلها اختلف تماما. جدا جدا. وانا برضو معايا النهارده صور حالات هنبين قبل وبعد بتكون النتيجه عامله ازاي على الكورس. وعايزه اقول على حاجه، احنا لو عملنا عمليه تكميم او بقى الشفطه او البالون او الكلام ده كله، هتلاقي ان نزول الوزن برضو حاجه زي كده. فتخيلي ان انا نزلك 40 كيلو في وقت قليل من غير دايت، من غير رياضه لو انا ما عنديش مقدره او ما عنديش وقت، من غير حرمان، من غير عمليات جراحيه، من غير تعب اعصاب، من غير ستريس، من غير اي حاجه، وانت قاعده مكانك هتاخدي كورس امن مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، كل مكونات طبيعيه، مناسب لكل بيت مصري، مناسب لكل حاله صحيه، الناس اللي بتعاني من الضغط العالي، السكر، الكوليسترول، الغدد، مشاكل العظام، السن الصغير، السن الكبير 70 و75 سنه يقدر ياخد الكورس بتاعنا النهارده بكل امان من غير ما افكر. هتطلبي الكورس خصم النهارده عليه حلو. هنطلبه ازاي عشان يلا. لسه بيسالوا دلوقتي. يلا نعرف الناس. عندكم ارقام التليفونات على الشاشه، اتصلوا على اي رقم من الارقام دي كلها، وكل رقم من دول عليه خدمة الواتساب. يعني لو جيتي اتفاجئتي ان الارقام مثلا كلها ما بتجمعش معاكي، ضغط تليفونات، الكل عايز يستفيد بعرض النهاردة الشامل الاقتصادي، اي حاجة بتفكري فيها، اي مشكلة خايفة منها، ان شاء الله هتلاقي حلها مع الكورس الشامل النهاردة. فعندكم ارقام التليفونات كلها او خدمة الواتساب على اي رقم من الارقام. مش بس كده، ده احنا كمان عندنا صفحة الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها، ايه قدامكم على الشاشة، تقدري تدخلي عليها، تسيبي كومنت، تدخلي على الرسائل وتسألي على العرض النهاردة، كلمة السر او اسم البوكس النهاردة الشامل الاقتصادي. الشامل الاقتصادي النهاردة العرض بتاعي ده معروف عندنا في الشركة، احنا مجهزين 10 منتجات مميزين، انا مجمعهم لك في بوكس واحد. هيجيلك بوكس كامل في 10 منتجات. لازم اقول العرض الشامل الاقتصادي، لان هو ده النهاردة اللي انا حاطة فيه العشر منتجات وعامل عليه الخصم وحاطة فيه الهدايا. طيب انا النهارده جمعت علبتين كبسولات، الاثنين يكملوا معايا 60 يوم. انا النهارده علبتين الكبسولات دول فيهم نسبه الياف عاليه جدا جدا عشان اقفل لك الشهيه فتره الشتاء او الجو البرد اللي احنا فيه ده. الاسئله اللي جات لي، انا عايز ارفع الحرق، انا عندي شهيه عاليه جدا جدا، واهم حاجه انا عندي منطقه البطن او الكرش اللي كلنا بنعاني منها. حلك النهارده في الكورس بتاعي. قبل اي حاجه، الكورس هيقفل لك الشهيه لمده 20 ساعه. من اول كبسوله هبدا الاقي نتيجه، وهبدا الاقي ايه، ان انا الشهيه عندي مقفوله، شبعانه بالظبط على طول، حاسه ان انا شبعانه بالظبط. هي كبسوله واحده مع الفطار مع كوبايتين ميه كبار، وسيبي الباقي على الكبسوله. الكبسوله هتقفل لي الشهيه جدا جدا، هتنزل في المعده مع كوبايتين او ثلاث كوبايات ميه، تنفش في المعده، تاخد حيز كبير تملاه لي المعده، هيتبقى لي جزء صغير قوي في المعده فاضي. كلي في كل اللي انت نفسك فيه. انا النهارده بقول لك دخلي جسمك كل العناصر الغذائيه، كلي على قد ما تقدري، لان الكبسوله اصلا هتقفل لك الشهيه، وهترفع معايا معدل حرق الجسم، وهتقضي على الخليه الدهنيه لان فيها توت بري عالي جدا بيعمل لي نحت وبيكسر لي الخلايا الدهنيه الصعبه العنيده اللي موجوده في الجسم بقالها سنين. حلو جدا. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا كل حاجه في الكورس النهارده، الكلمه اللي كلمه السر اللي مي سمت بيها الكورس النهارده ومعاها حق، الشامل الاقتصادي، وفهمتنا الشامل اللي هو فيه كل حاجه اثناء فتره التخسيس انا محتاجاها، ده زائد كمان عبوتين الكريم اللي لسه خليها تتكلم عنهم بقى باستفاده بقى. ده مهمين جدا يعني، يهمونا جدا جدا. الشامل الاقتصادي ليه قالت الاقتصادي يا جماعه؟ لان النهارده المنتجات كلها 10 منتجات، اولا عليهم خصم 65%، ثانيا هيجوا لغايه عندكم الشحن مجانا لغايه باب البيت. مش بس كده، ده كمان فريق طبي على اعلى مستوى بيتابع معاكم لمده 60 يوم الشهرين، متابعه مجانيه تماما. في اي وقت اقدر اكتب كومنت على الواتساب يدخل الدكتور يرد عليا، اتصل بيهم يردوا عليا. بالعكس، ده انت لو اتاخرتي شويه بتلاقي الدكتور او الدكتوره هم اللي بيتصلوا بيكي، واخبار المتابعه ده لازم عشان يوصلوا معاكم لنتيجه مرضيه، يعني عشان في اخر الشهرين تبقوا انتوا وصلتوا للوزن اللي انتوا عايزينه وثبته، والجسم كمان اتنحت. مش بس كده، ده النهارده عبوتين الكريم اللي مي جايباهم ده هيظبطوا لنا كمان سواء شكل الوش او الجلد والبشره كلها بتاعت الجسم زي ما هنعرف من مي. بس ناكد تاني الكلام ده كله، الشامل الاقتصادي احصل عليه ازاي؟ الناس اللي بعتها دلوقتي تسال، اولا ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، اتصلوا على اي رقم من الارقام دي، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب. ومش بس كده، صفحه الفيسبوك بتدخلوا على صفحه الفيسبوك بتلاقوا برضو فريق طبي على اعلى مستوى بيرد عليكم. مين معانا؟
طب ناخد منار. يلا يا منار، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا منار، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. يا رب دايما بخير. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله والله، فضل ونعمه يا منار. تسلمي. عايزين تعمل لنا اكلات اقتصاديه بقى عشان الحاله صعبه قوي. اكتر من كده يا منار، الفاست فود في البيت يعني. ده انا عامله لك البرجر الاقتصادي بنص كيلو لحمه مفرومه، هنغدي العيله كلها ان شاء الله. تسلم ايدك، كل اكلاتك حلوه والله. يا رب يخليك يا منار، تعيشي. اكلم دكتور مي. لا انا مش سامعه. عايزة اتكلم. اكلم دكتور مي. يلا احنا معاكي احنا الاثنين. حتى مي كمان النهارده جايبه لك عرض اقتصادي كمان. طب الحمد لله، حاسين بينا والله ان احنا في اخر الشهر. حلقتنا اقتصاديه كلها يا مي. اه طبعا، عشان نبقى يعني كل حاجه مناسبه لكل الناس، يبقى في متناول يد الجميع. صحيح. ان شاء الله. قولي لي، اتفضلي. انا عايزه اسال حضرتك سؤال، الكرسي ده ينفع اقسمه مع حد؟ اه ينفع طبعا، بس في شرط مهم. لما اتكلم الفريق الطبي اقول له الحاله بتاعتي وحاله الشخص اللي هياخد الكورس بتاعي اللي احنا هنقسمه مع بعض، يعرف حالتي وحاله الشخص التاني كمان. تمام. النهارده العرض فيه من كل حاجه اتنين، فاقدر اقسمه عادي جدا. حلو جدا. مش يا دكتور، انا قلت اسال حضرتك عشان انا يعني طبعا لسه قايله لك الظروف الاقتصاديه، فعايزه اجيبه مع اختي. تمام. هتدفع جزء منه وانا ادفع جزء التاني. حلو جدا، والسعر النهارده كمان حلو قوي قوي اقتصادي. اتصلي دلوقتي عشان خاطر تلحقي العرض بالهدايا اللي عليه. اسالي على سعر الكورس، هتلاقي سعره حلو جدا جدا. هناخد العرض اقسمه انا وهي، وباذن الله نخلص. ولو لسه عايزين نكمل تخصيص هناخد العرض مره تانية، وبرده نقسم الكورس انا واختي. وبرده عايزين شرفتينا، عايزين ننوه اي حد عنده سؤال زي حبيبتنا كده، اتصلوا بالارقام اللي موجوده على الشاشه يا جماعه. الدكاتره اصلا موجودين عشان يردوا على اي سؤال. اتصلوا اي مشكله في بالك، مثلا لا ده انا مريضه غده درقيه، طب الكورس ده ينفع معايا ولا لا؟ اتصلي باي رقم من الارقام، هتلاقي دكتور او دكتوره بيردوا عليكي. اساليهم السؤال بتاعك، او مثلا انت متخيله انك عندك مشكله قويه قوي ما ينفعش التخسيس معايا والدنيا مش عارف ايه والدنيا، ولا انت تقرري ولا تحكمي على مشكلتك. اتصلي باي رقم من الارقام دي وقولي للدكتور او الدكتوره انا مشكلتي كذا كذا، ايه رايكم بس؟ وسيبي الباقي على ربنا سبحانه وتعالى، ثم على الفريق الطبي، وان شاء الله وبامر الله توصلي للنتيجه المثاليه. مش هقول لك النتيجه اللي ترضيكي، لا ده النتيجه المثاليه بامر الله. وده وعد باذن الله. باذن الله. كل الناس النهارده هتلاقي حل لمشكله السمنه معانا. يا جماعه مشكله السمنه مش بس ان انا شكلي مثلا تخين او شكلي مش عاجبني او عندي وزن زياده، لا النهارده احنا بنتكلم في كورس بروتوكول علاجي، تخسيس، نحت، تثبيت، هحسن لك الحاله الصحيه، الحاله النفسيه، شكل الجسم، هقي الجسم من امراض كتير اهمها الضغط، السكر، الكوليسترول، مقاومه الانسولين، مشاكل العظام والمفاصل، كل ده باذن الله انا بحمي نفسي منه مجرد ما انزل الدهون والسموم اللي موجوده في الجسم. تعالي بقى نشوف كده الكلام الجميل. يلا. ده نطبقه عملي ونشوف صور كده قبل وبعد. حالات جربت الكورس بتاعها، الحالات خدت الكورسات، ونشوف بقت عامله ازاي دلوقتي، اتغيرت ازاي ما شاء الله. كنا بنتكلم هنا على الناس اللي عندها سمنه مفرطه، او لو وزن زياده 100-120 كيلو، هنا استاذ محمد 135 كيلو. منطقه البطن طبعا يا شيف هاله بالنسبه للراجل هي اكتر مشكله او اكتر عائق بالنسبه لي في النزول. طيب صحيح. مجرد ما هاخد الكورس بتاعي النهارده العرض الشامل. هو اخد الكورس ده مش عليه لمده 3 شهور، نزل معايا 45 كيلو في 3 شهور. شايفين يا جماعه الفرق؟ بصوا بين قبل وبعد، فين كل الدهون دي يا مي راحت فين؟ بصي البطن طبعا. هنا هو قاعد فمش باين، بس كان في برده منطقه الارداف بالبطن، التسدي، الدراعات. ده وهو قاعد كمان في حاجات باينه اكتر نزلت في الصوره الثانيه مش موجوده. الناحيه الثانيه منطقه البطن اتنسفت تماما، نزلت لك الكرش او الدهون بتاعت البطن بالجناب اللي عامله لنا ازمه، عملت له نحت بكورس النحت اللي موجود معايا النهارده داخل العرض بتاعي، الدراعات بقى بالتسدي بمنطقه البطن بالكرش، ده كله انا بقضي عليه، بعمل لك تخسيس داخلي بالكورس بتاعنا، ومن بره بنحط كريم السيليلايت بجزيئات الذهب على اماكن اللي فيها تكتلات دهنيه، وهتلاقي نتيجه باذن الله من اول استخدام. باين جدا يعني، حتى ما شاء الله الجسم اتظبط، يعني مش هنقول مثلا انه خس وفقد دهون فشكل الجسم بقى بايظ، فيه ترهلات، بقى متناسق. اه بالظبط، هو التناسق ده. نشوف صوره كمان يا جماعة. يلا بينا. هنا بقى برضو النحت بقى هو اللي باين هنا اكتر، يعني منطقة الارداف
والدراعات كان عندها اكتر مشكله منطقه الارداف. نزلت معايا 22 كيلو في خلال شهر ونص. بس في نقطه مهمه قوي انا بنزل لك اماكن تجمعات الدهون، الاماكن اللي عندي فيها سمنه مفرطه، الاماكن الصعب نزولها، الاماكن اللي هي متكتل فيها الدهون عند جسمي وبتخس معايا بصعوبه، انا النهارده باذن الله من خلال الكورس الشامل بقدر ان انا اقضي عليها تماما، ومع متابعه فريق طبي هيتابعك هيوصلك باذن الله لاحسن نتيجه. هي نازله الوزن ده في اقل من شهرين، لسه كمان لما تخلص الكورس تعالى ان شاء الله اللي هو الشهرين على بعضه هتوصل كمان لنتيجه احسن يعني، وهتثبت وهتنحى. سبحان الله، يعني شهرين مده قليله جدا ان انا الاقي انسان غير حياته. طبعا غير حياته تمام. في صور تانية يا جماعه معانا دي برضو يا مي كده، الصوره الثالثه معانا هنا منطقه البطن. هنا احنا بنتكلم بقى عن السمنه الموضعيه. في ناس بتبقى مثلا 80 كيلو او 85 كيلو تقول لي او يقول لي انا منطقه مثلا الكرش فقط هي اللي عندي فيها دهون، او منطقه الدراعات او منطقه الظهر هي بس دهون موضعيه، بس مهما خس يا دكتوره ما فيش نزول خالص. ما احنا شايفين هنا الايدين والرجلين طبيعيه بالزبط. يعني مش مليانه او ما فيهاش، ولما خسست لك اماكن تجمعات الدهون اللي انت بتعاني منها. هنا استاذ اسامه نزل معانا 13 كيلو في خلال 3 اسابيع يا شيخه، 3 اسابيع قوي. 13 كيلو منطقه البطن بالجناب بالصدر، اماكن تكتلات الدهون فقط هي نزلت معايا. مجرد ما انزل لك السمنه الموضعيه ومنطقه الكرش اللي عامله لنا ازمه، بتلاقي تلقائي هتحس ان الجسم اتنحت معاك جدا جدا وتشد، وشكل الجسم بقى متناسق. طيب نشوف صوره كمان، بصي بقى يا مي، هنا برضو تعتبر كانت سمنه موضعيه هي بس منطقه الدراعات والكرش. هي كانت بتقول لي انا عندي منطقه الكرش كاني حامل. اللي شافني يقول لي ايه ده، ايه البطن دي وايه الكرش ده. نزلت لها اماكن تجمعات الدهون هنا في خلال شهرين كاملين، اخذت الكورس يا شيف هاله، تخسيس بالنحت بالتثبيت في خلال 60 يوم فقط. نزلت معايا 25 كيلو مع النحت مع التثبيت مع كريم السليولايت بجزيئات الذهب، كانت بتمشي عليه باستمرار الحمد لله. منطقه البطن بصي ما فيش خالص، البطن اختفت تماما، بالجناب الدراعات اتشد معايا، شكل الجسم بقى متناسق، اللايف ستايل اتغير، الحياه الصحيه كلها بقت احسن، والحاله النفسيه كمان. وده مع ايه؟ مع اهم حاجه بتقلق ناس كتير، مع عدم الحرمان. بالظبط، يعني كل اللي مي بتقول عليه، كل النتائج اللي انتم شايفينها في صور الحالات اللي قدامكم، في نفس الوقت كانوا بياكلوا كل حاجه، اي اكل في البيت، ما راحوش جابوا منتجات معينه، ما راحوش كلفوا نفسهم وعملوا ميزانيه خاصه بالزبط. عشان يجيبوا اكل ليهم، بيكونوا تحت الكلام خالص او ضغط نفسي، تبقى قاعده وسط العيله بياكلوا اكلات عاديه جدا صحيح. والمحمر والمش عارف ايه، وانا باكل اكلات معينه حاسه بضغط نفسي ومش يعني مش قادره ان انا اكمل على النظام ده فتره طويله، وبرجع بقى تاني اعك في الاكل واكل الاكل اللي انا عايزاه واتخن اكتر من الاول. انا النهارده مقدمه لك 10 منتجات في الكورس بتاعي. النهارده الكورس الشامل الاقتصادي بيحتوي على الكبسول وعلى النقط وعلى الاعشاب، كريم السليولايت بجزيئات الذهب، وكريم التفتيح والتجميل بالكولاجين، وحقن تعليه الحرق. الحقن دي تقضي معايا على الخليه الدهنيه الصعبه، تتاخد معايا عضل، تتاخد معايا على كوبايه ميه او على كوبايه عصير، ترفع لي معدل حرق الجسم، تقضي على الخليه الدهنيه كانك نزلت يوميا لعبتي كل يوم ساعتين رياضه. يبقى انا كده النهارده مركزه قوي معاكي على رفع معدل حرق الجسم بالنقط بالاعشاب بالحقن، قبل رمضان، قبل العيد، قبل الحلويات والاكلات الكتير. واحنا في الشتاء الاكل بتاعنا تلقائي غصب عننا كتير لان الجو برد، فانا النهارده سخنه كتير مليانه سكر بالظبط، ومشروبات دسمه يعني، وبقعد تحت البطانيه اتسلى وازقز في الاكل واطلع من الشتاء على رمضان اكل برده والعيد والحلويات، وبعد كده بقى نخش على الصيف نتفاجئ بقى 10 20 كيلو زياده، ده غير الوزن الزياده اللي كان عندي اصلا. انا النهارده هستغل فصل الشتاء والفتره اللي احنا فيها دي بان انا انزلك مش اقل من 35 كيلو في خلال 60 يوم باذن الله. ما شاء الله، مش شكل بس يا جماعه، يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم على الشكل بس، طبعا هو شكل مهم جدا، وان تغيير الستايل اللبس وان انا شكلي يصغر في السن طبعا كل ده مهم جدا، بس اهمهم الصحه، اهمهم ان ما يبقاش فيه حاجه عامله لي كده زي جرس الانذار كل شويه، الحقوا في ضغط، الحقوا ممكن مش عارف مرض ايه. لا، احنا بنقفل البوابه دي تماما، بنقفل الباب ده تماما، صحتنا اهم حاجه في الدنيا. لو مثلا انا عندي والدتي، عندي والدي قاعدين في مكانهم ما بيقدروش يتحركوا بالزبط. مع نزول الوزن هتبص لقوا الحركه بقت احسن وبقت اسهل، ما بيقدروش يصلوا مثلا وهم واقفين، بعد نزول الوزن لا بيقدر يقف، يقدر يصلي ويتحرك
بشكل عادي ويتحرك ويخدم نفسه بمعنى صح. دي طبعا تخيلي الصوره دي يعني طبعًا. دي لوحدها كفايه يعني طبعا يعني. الصحه بالدنيا وانا صح. النهارده مقدمه كورس اقتصادي عشان يكون مناسب لكل حاله تقدر ان هي تخس. اي حد عايز يحل مشكله السمنه العرض بتاعنا النهارده حلال لكل المشاكل اللي عندكم. هقفل لك الشهيه، هرفع معاك معدل حرق الجسم، هقضي على الخليه الدهنيه، همنع تكون الدهون مره ثانيه، هعمل لك نحت، هتخس بصحه وبامان لان الكورس بتاعنا النهارده مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. فانا باخد حاجه النهارده كلها مكونات طبيعيه امنه، واخده تصريح وبالضمان النهارده ان شاء الله، وفريق طبي هيتابع معاك من اول اسبوع هلاقي نتيجه على الميزان وبشكلي قدام المرايه وكمان في المقاسات باذن الله. من اول اسبوع؟ من اول اسبوع. طيب ناخد استاذ عبد الله. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اقدر اكلم الدكتور؟ اتفضل، هي معاك. دكتور اهلا وسهلا. استاذ عبد الله اتفضل. ازي حضرتك؟ ربنا الحمد لله بخير. انا كنت بس عندي استفسار، انا عندي بنوته عندها 17 سنه تمام ووزنها زايد شويه وبتحب السكريات جدا. اكيد. طب الوزن قد ايه؟ الوزن 85 تمام. فهل الكورس ده هيبقى مناسب ليها ولا ياثر على حاجه ان هي لسه صغيره؟ اكيد هو اكيد مناسب معانا. مناسب معايا ليه؟ لان الكورس بتاعنا النهارده احنا بنقدم كورس كله مكونات طبيعيه، مناسب معايا من سن البلوغ، يعني بالتالي الكورس بتاعنا مناسب من 12 13 سنه لحد 75 سنه، فبالنسبه لها هيكون امن وهيكون مناسب. وفي نقطه مهمه قوي، نلحق السن الصغير لو عنده صح. سمنه او دهون زياده. 85 كيلو على 17 سنه بنوته صغيره كتير جدا. ما سيبش الموضوع يستمر معاها، ناخد الكورس النهارده ان شاء الله عليه عرض حلو قوي، والخصم كمان النهارده كويس قوي. والاهم من ده كله ان في دكتوره هتتابع مع البنوته لحد ما توصل للوزن المثالي باذن الله، خطوه بخطوه معاها على التليفون او على الواتساب او على البيج، هتتابعها هتاخدي الكورس ازاي، انسب استخدام ليكي ازاي، وهتوزن كل اسبوع وتعرفها. والكورس مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. وطبعا بنشكر استاذ محمد ان هو خد باله من بنوته وان عايز يلحقها في السن ده، ان ده اخطر سن، بيبقوا مثلا بيتقابلوا بره، بياكلوا اكل بره وعايزين ياكلوا حلويات كتير والكلام ده كله، فنلحقها فعلا من دلوقتي قبل ما المشكله يمي بعد كده تزيد. طبعا هي لسه سنها صغير، لسه ان شاء الله بقى الجامعه والشغل والحياه العمليه، عايزه ان انا ابقى وسط صحابي وزميلاتي شكلي حلو، ستايل اللبس بتاعي حلو، عايشه حياتي عادي جدا، لايف ستايل بتاعي حلو جدا وعادي جدا، باكل اللي انا عايزاه النهارده من غير ما احرمها من الاكل، من غير ما اقول لها اعملي دايت، اعملي مثلا نظام غذائي دمه تقيل يضايقك. لا، هتاخدي الكورس النهارده هتمشي عليه، هيرفع لك معدل حرق الجسم، هيقفل لها الشهيه، وفي دكتوره هتتابع معاها. لو قادره ان هي تتحرك شويه مثلا تلعب اي رياضه في اي نادي، مع الكورس ده هتلاقي نتيجه ما شاء الله ان شاء الله في السماء، لان سنها صغير فالحرق عندها عالي. ولو فرضنا ان حد زيها بس مش قادر ينزل، لا احنا معانا النقط النهارده والحقن والاعشاب. بتكفي شهرين، والحقن الحقن دي لوحدها في الحرق رهيبه، كانك نزلتي لعبتي ساعتين رياضه. بس انا النهارده حطالك بديل للرياضه لو انا ما عنديش وقت او ما عنديش مقدره. لو عندي وقت ان انا اتحرك اعمل اي حركه مع الكورس بتاعي، هلاقي نتيجه ان شاء الله اعلى من 30 كيلو في خلال ال 60 يوم دول. طيب بالنسبه لعبوتين الكريم عايزين تاني نتكلم عليهم ونفهم حبيبنا، من ان في ناس فاهمه ان هو كريم نوع واحد معاه هو عبوتين. ماشي. اوكي. لا انا النهارده قايله لك كورس شامل ليه، لان النهارده تخسيس وتجميل. علبه كريم منهم كريم السليولايد بجزيئات الذهب يقضي على اماكن تجمعات الدهون، ده للجلد والجسم والبشره. عندي تكتلات دهنيه في البطن، الجناب مثلا، الدراعات، الدبل تشين، الدقن المزدوج، عندنا السليولايت كان ماشي في الجلد، ترهلات. هتحطي كريم السليولايت وهتلفيه بستريتش لاحسن نتيجه، هتلاقي من اول يوم استخدام هتلاقي نتيجه. الكريم الثاني كريم التفتيح الماجيك للتفتيح النضاره بالكولاجين، ده للتجميل للوش. حلو. يبقى احنا عندنا في النهارده في العرض بتاعنا والبوكس بتاعنا عبوتين كريم، واحده للوش باي بقع اي علامات، اي بتظبط الوش بتنور الوش بالظبط كده، والثانيه لاي علامات موجوده في الجلد عن طريق خسينا وتخنا ورجعنا تخنا وخسينا تاني، كل ده بترجع البشره زي بشره البيبي بالظبط. وما تنسوش النهارده الخصم 65%، شحن مجانا لغايه باب البيت، متابعه مجانيه لمده شهرين مع دكاتره على اعلى مستوى. شكرا يا مي. شكرا ليكي يا شيفاء. نورتيني. شكرا جدا. اشكرك.